صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عندنا معضلة الكهرباء، هذه معضلة لا حل لها، والله لا حل لها. هسه احنا اليوم درجة الحرارة ها خلينا نناشد بها الدولة، دولة جاي نسولف وياهم، هاي الناس اللي انتخبتكم واللي قدمت لكم البصمة السوداء المصخمة الساحة السوداء اللي جابتكم انه اللي هي بصمنا لكم بالحبر. اما انا سواء الله شاهد ما بصمت لكم بالحبر ولا اريد ابصم لكم، او هذا اصبعي اذا اصبع اصبعي محمد الصدر، محمد باقر الصدر شو يقول؟ يقول لو كان بحثيا لقطعته، انا لو كان هذا اصبعي واحد من احزابكم مو اقطعه، لا خاف القطع يصير بي بعد يصعد التسوس علي، لا احاول من بدايته احرقه بالنار. ولكم شنو الله ذبكم يعني مصيبة على هالبلد؟ شنو اللي انتم قدمتوه؟ صار لكم اليوم 20 سنة، 20 سنة أبسط حقوق الشعب ما قدمتوها إليه، وهي الكهرباء والماء. ومن يطلع واحد منكم مرشح يريد بدايته يتلوق مرأة أو رجال، يجي أول ما للشيوخ العشائر ذول اللي الله أيضا ذباهم، ذول الهمج الرعاع، ليس الكل مع بعض من عندهم، الهمج الرعاع اللي يحببون بتايرات السيارة، يجون يقعدون على كرسي مثل هذا ويسولف لهم وصفط لهم وتقول لهم إن شاء الله أنا أخدمكم. طيح الله حظك، خايب أنت معقل وش قدك وش كبرك ما خدمت نفسك، تريد مرة مخنثة تخدمك لكن تحبب تاير السيارة، وين ما يجي حزب تتلوق له وتقوم تذبش قدامه. وهالحركات إنه عمي وصل الشعب إلى حالة الانهيار. يعني اليوم إحنا شعبنا اليوم، أنا ما أريد أحرض عليك، لا والله أنا ما أريد أحرض عليك، لكن أنا جاي أقول لك شعب هاج، شعب محتاج، شعب اليوم مستشفياته بدون كهرباء بدون ما، دواء كلاوات، الطبيب اللي يقعد يودي للعيادة مالته وداحتك مخليها مكان للتصدير مال المرضى يدليهم بالعيادة. هسا إحنا تعبنا، يعني الله شاهد الطب للمستشفيات تلقاها ناس يعني تعبانة من شدة الحر، اليوم درجة الحرارة 52، يعني من شدة الحر أكثر من المرض اللي يعتهم. يا أخي أنتم انتبهوا لهذا الشعب، يعني شعب انهار، شعب تدمر. خوش أنتم اليوم لكم 20 سنة أنتم تحكمون بهذا البلد ومن تحكون بإعلاناتكم.